سيدتي كاميرا خليك بالبيت قصدت سيدتين جزائريتين تعيشان في بيروت لي يعني استطلاع ومعرفة يعني علاقة الجزائريين بالتراث الأندلسي. نستمع إلى هاتين السيدتين الكريمتين لو سمحتي. الجزائر موطن ثورة المليون شهيد، الثورة التي نجحت بدماء أبنائها بإسقاط الاحتلال الفرنسي وطرد المستعمرين وتحقيق الاستقلال التام. لها وجه حضاري وتراثي متأصل في جذور الشعب الجزائري الذي حافظ عبر الأجيال على تراثه هذا. تعود أصول التراث الفني الجزائري إلى الأندلس، وهو كناية عن قصيدة مغنات يطلق عليها اسم نوبة مقسمة إلى عدة مقاطع. أنا كنت مارس مع بي وأخواتي اثنين بالموسيقى الجزائرية، طبعا هلا صرت بعيدة عنها بس كل الأخبار بعدها عم توصلني، وكل ما بيطلعوا مثلا سي دي بيطلعوا شريط فيديو يكون أنا أول الناس أنهم بعث لهم نسخة الأصلية عليه، وبتسمع لها بكل فرح وبكل سرور. وبعد لحد هلا يعني بين عائلتي ولادي يعني بغني لهم، وبعد حافظة على الكلام مثل ما هو وعلى الكلمات والقصائد وشو على شو بتحتوي لحد هلا، بعدني يعني ما نسيته وكثير بحب اتسمع له. يعني انه بكون بحاجه اني يعني اسمعه كل يوم كل دقيقه، يعني يرجعني للذكريات للماضي لطفولتي لسيما اكثر شيء بعدهم بي واخواتي بعدهم فاتحين هالمدرسه الموسيقى التقليديه الجزائريه، يعني كل شيء بيرجعني للحنين للشوق للوطن للفن العريق الاصيل. اذا يعني العلاقه حميمه جدا بين الفن الجزائري والتراث الاندلسي حسب رأي السيدتين الكريمتين. احنا الموسيقى الاندلسية ما يقولها احنا في الجزائر الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية، يعني هذه الموسيقى اللي تمثل الجزائر في الخارج او في الداخل. اذا العلاقة مع هذه الموسيقى يعني علاقة حميمة حميمة حميمة. فهمت بلي هذه اخت فيصل بن كريزي اللي كان اللي نعم. كان يغني في الشريط. إذا هي ابنة الأستاذ مولاي بن كريزي. نعم. مولاي بن كريزي اللي صح هو معروف هو في مستغانم. نعم. مستغانم لكن احنا مستغانم أو بجاية البليدة يعني كلهم يتصلوا بمدرسة الجزائر، خطر في الجزائر عندنا ثلاث مدارس. نعم وهي ثلاث مدارس هي مدرسة الجزائر العاصمة اللي نعيطوا لها الصنعة، مدرسة تلمسان الغرناطي، ومدرسة قسنطينة اللي نعيطوا لها المالوف. نعم. إذا الأستاذ مولاي بن كريزي في مستغانم لكن يعني يدرس ويعلم موسيقى مدرسة الجزائر للتلاميذ، وعنده ابنائه اذا فيصل اللي شفناه هو يغني، وكذلك فضيل اللي هو اكبر منه. انا ملي كنت صغيره يعني في الجمعيات في الخارجيه كان فيه دائما مهرجانات نقوموا فيها في الجزائر يعني كل القطر الجزائري باش يعني يتلاقوا جمعيات وبعض المناطق من الجزائر. اذا كل خطره يعني كان عندنا شرف باش نتلاقاو وتماك يكون تبادل. نعم حضرتك لاي مدرسه؟